كل بنت بتحلم بزواج ناجح وبيت تعيش فيه بنعيم، وكل زواج ممكن يكون ناجح، بس شو بيصير لو دخل الشك لهالبيت وصارت الحياة فيه جحيم؟ بطلة فيلمنا هبة فتاة تعرضت للشك والتعنيف، قررت من خلاله انها تتخلص من حياتها الزوجية بأي شكل من الأشكال. هبة بنت مثل كتير بنات بمجتمعنا مضطرة انها تختار بين حياة زوجية تعيسة او انه ترجع لوضع اهل وبلد صعبين. بدعمكم إلنا منقدر نخلي قصة هبة حقيقة، ومنقدر نلقي الضوء على موضوع عادة ما بيتستر عليه المجتمع. أنا تغريد مخرجة الفيلم. أنا لين ورح كون المنتجة لهذا الفيلم. وأنا ريم مديرة التصوير. فيكن تدعمونا معنوياً بأنكن تنشروا اللينك تبعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر، انستغرام أو فيسبوك. وأيضاً رح نحتاج دعمكم المادي لحتى نقدر نغطي تكاليف إنتاج هذا الفيلم. وإحنا رح نقدم لكم عدة مكافآت، منها بطاقات لحضور العرض النهائي للفيلم، إدراج اسمكم في نهاية الفيلم، وكتابة شكر خاص على صفحات التواصل الاجتماعي. أي دعم معنوي أو مادي رح يفرق معنا كتير.